السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا هذا جمسي طروافي. اليوم عندنا كيفاش ديروا الصيانة نتاع هاد الماشين. انا كنت درت فيديو بدلنا الكروشي، وكي تبدلوا الكروشي لازم تبدلوها الريباراتور، خطر اي غلطة ينجم عاودي نقراد ولا يدير حاجة. راني داير فيديو هذا الزوج يغيبه تعرفوا الصيانة نتاع هاد لاماشين. نروك عندنا كيماني درت فيديو على هذا، عندنا هنايا دونجي وعندنا نورمال. عندنا شرطة حمراء وشرطة خضراء. نورمال هذاك اللي يطلع يكون وسط بين النورمال والدونجي، ما يكونش طالع كامل الفوق، ما يكونش نورمال، يكون بين الشرطة الخضراء والشرطة الحمراء. عندنا تاني هادي ديجا مراش فيها الزيت، يعني مهم هادي كيفاش تعمروا لها الزيت. هو عندها بوشو هنا، ديروا القرعة تاعكم هيا. فوالا راها تعمرت بالزيت كما راكم تشوفوا هنا. دروك بلو لو بوشون، هذا الزيت غادي يطلع لهنايا وين يفوت الخيط، باش الخيط ما يسخنش في الإبرة وما يقطع لكمش، وتكون الخياطة تكون مليحة. وكان واحدة أخرى هذا بوشون هو نديرو، هذا يخصو يتعمر هنا بالزيت كما تشوفوا. انا عمرتها بالزيت. هلا دروك عاود بالله هنا، هذا كان واحد راني داير ديجا دي فيديو كان ما شافش، عنده واحد انا شيفون يطلع هنايا لي كروشي، باش لي كروشي توجور يخدموا بسلامه. وعندكم هنايا هنايا عوان هنا ديريكم وال، هذا وال توجور ديرو هنا في هاد البلاصه وين يطلع، وين يطلع هاد الكروشي ديرو شوية تاع الزيت هنايا، هاكاك ديرو شوية تاع الزيت باش هنا يولي يخدم عادي. فوالا هاني داركم وال هنايا كامل لي ماشين فيهم، هنا دير الزيت باش هذا يطلع ويهود مغاديش يسخن ويفسد لكم. هلا عندكم هذا اللي ما يعرفش ولا حاجه باش يتبع الكتان، ما تديلوش باش الكتان ما يروحلوش للموس ويتقطع له. هذا عندكم هذا الثاني، هذا انت تاع السنين باش يديو الكتان ويجيبو. فوالا مالكم ديروها في الطروة باش تكون تخدم الماشين تاعكم. كيما قلنا هذا يحكم لكم الكتان باش ما يهرب لكمش من هاد الجهه، باش تتبعوا لالين تاعكم نيشان وما تفسدوش الخدمه كي يكونوا سيرجيو. وهذه باش تعمروا الزيت عندها هنايا
يعني من الفوق نتعمروا الزيت. كي تبغيو ديروا الفيدونج نتاع الزيت، راه كاين واحد الفيس من تحت تحلوه والزيت غاديه كامل تهبط كما هذه. قلت لكم راهي معمره بزاف، ما تكونش ماشين تساعد في الخدمه ولا هيات نتاعها ينجم يصرا ضرر. السلام عليكم ورحمه الله، واشتركوا بالقناه.